أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قراراً بالسماح باستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض من الفلبين لخلوها من مرض إنفلونزا الطيور. وأكد بيان صادر عن الهيئة ضرورة خضوع جميع الإرساليات حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة وفق إجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والإجراء المنصوص عليه في لائحة الحجر البيطري بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.